السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضرتك. سمعت عن واحد أناني وواحدة أنانية؟ فاكر وانت في الصف، وانت في الجامعة، وانت في الابتدائي والإعدادي والثانوي، بل وانت في الروضة، كان في طفل أناني. ماذا نعني بالأنانية؟ وما دلالة الأنانية في التربية؟ ولماذا يربى الأبناء على الأنانية؟ ومن الذي يدفعهم إلى ذلك؟ وما دلالة الأنانية في الحكم والأمثال؟ قبل ما نتكلم عن ده بشكل سريع جدا، لازم نعرف إن الأناني ما بيحبش الخير لحد. الأناني لا يحب أبدا أن يشاركه أحد في أي عمل في ميزة، يعني هو يرتاح لشقاء الآخرين، ولذلك لا يمكن إنك تلاقي واحد أناني محبوب أو مرغوب فيه. الأنانية مصيدة للشيطان وأساس كل بلاء، لا يعترف صاحبها لأحد بفضل عليه، أول ما يوصل لا يعترف لأحد بفضل عليه أبدا، ولا يقر لكائن مهما كان بمعروف. وإذا كان الإنسان مجبول على حب الذات وجلب الخير لها ودفع الضر عنها فده أمر عادي، ولكن عندما نرى رموز الأنانية في القرآن الكريم، قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، إن نمرود قال أنا أحيي وأميت، إبليس قال أنا خير منه. هذه نماذج الأنانية في القرآن، ولهذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو ده الأصل. هل في فرق ما بين الأنانية وحب الذات؟ هل الاتنين زي بعض، ولا الأناني مختلف عن من يحب ذاته؟ أي حد ممكن يحب ذاته، ولهذا الأناني منكمش وقاصر ومحكوم بشهواته ولشهواته ولذائذه فقط، ودول موجودين بكثرة حوالينا في أكثر من مجال. المحب لنفسه يفيض عطاء ويتحكم في نفسه وانفعالاته. الأناني يتحسر عند فوات شيء من الدنيا، أي حاجة يفوته، ياه ما كانش ده يبقى عندي، ياه ما كانش ده يبقى كذا، ما كانش أبقى أنا مكان فلان ولا كذا، يتحسر. المحب لنفسه يرى فضل الله عليه في كل نعمة، ويرى في كل محنة منحة. الأناني تفكير منحصر حول نفسه فقط. المحب لنفسه يفكر في الآخرين ويفعل ذلك في سبيل نيل الأجر الذي يعود على نفسه. الأناني يزين له هواه ما يريد، إنما أوتيته على علم عندي. المحب لنفسه عقله تبعا لهواه، ويزن الأمور بميزان الشرع. أما الأناني فيخص نفسه بالمنافع أيا كانت، من أموال، من مصالح، من مناصب، يستأثر بها لنفسه فقط، ويمنعها عمن يستحق. كارثة موضوع الأنانية. من أضرار الأنانية ذهاب النعم وتدمير المجتمعات، خسة النفس ودناءتها، انتشار الشر والضرر، كثرة العداوة والخصومة. طب إيه اللي بيسبب الأنانية؟ كنت بتكلم في حلقة سابقة حول الطفل الأناني وما دور الأسرة في تربية الأنانية، وهل الأنانية موروثة ولا مكتسبة؟ مكتسبة. التربية الخطأ من الصغر، التدليل، العنف، تجنب النصائح باجتناب الكراهية، وراثة الأخلاق السيئة من الأبوين، الحرمان الشديد في الصغر، التدليل الشديد في الصغر، العنف والعقاب في الصغر، تفضيل إخواته عنه أو تفضيل طفل آخر عنه، إصابته بعاهة جسدية أحيانا يسبب له الأنانية. طب عشان نعالج الأنانية، حسن التربية، القدوة الحسنة، أن يحب لنفسه ما يحب، من يحب لغيره ما يحب لنفسه، التعاون والتقارب والعمل الجماعي، محبة الخير والنفع لجميع الخلق. من الأمثلة والنماذج التربوية الهادفة والحكم التي تحقق معاني في غاية الأهمية، الأنانية كريح الصحراء تجفف كل شيء. الأنا مكروهة، من يقع في حب نفسه يأمن المنافقين. حب الذات هو كرة منفوخة بالهواء
تخرج منها العواصف إذا ما ثقبناها. حب الذات يخدعنا ويعمي أبصارنا. الأناني هو من لا يستخدم كل دقائق حياته في تأمين سعادة الأنانيين. يتصور الطحان أن القمح إنما ينمو لتشغيل حانوته. أناني. لا تعتب على من يكسر التحدث عن نفسه، إنه غالبا ما لا يجيد التحدث عن في موضوع آخر. الأنانية أحبائي هي سراب الضعفاء. الأنانية تولد الحسد، والحسد يولد البغضاء، والبغضاء تولد الاختلاف، والاختلاف يولد الفرقة، والفرقة تولد الضعف، والضعف يولد الذل، والذل يولد زوال الدولة وزوال النعمة وهلاك الأمة. تولد السعادة من حب الغير، ويولد الشقاء من حب الذات. يسمى شريرا كل من لا يعمل إلا لمصلحته الذاتية. هذه كلها دلالات تعبر عن الأنانية. لا نريد الأنانية في مجتمعنا، ولا في بيوتنا، ولا في مدارسنا، ولا في حياتنا، لأننا كما استمعنا وكما رأينا أن الأنانية بتجيب حسد، والحسد بيجيب بغضاء، والبغضاء بتجيب اختلاف، والاختلاف بيعمل فرقة، والفرقة بتعمل ضعف، والضعف يؤدي إلى ذل، والذل يؤدي إلى زوال الدول وزوال النعم وهلاك الأمة. وهذا ما نحن فيه. لا نريد ذلك، وإنما نريد أن نربي الأبناء على العطاء، نريد أن نربي الأبناء على الصدقة، نريد أن نربي الأبناء على الإيثار. لا نريد أن نكون نماذج أبدا موجهة لكل ما هو سلبي، وإنما يجب أن نكون موجهين لكل ما هو إيجابي. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الأنانية. نسأله سبحانه وتعالى أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. هذه مسألة في غاية الأهمية، علينا أن نعيها، وعلينا أن نتمثلها، وعلينا أن نكون على وعي بدلالات هذا الأمر الخطير جدا، لأن واقع موجود في حياتنا للأسف الشديد، واقع موجود. نريد أن نعالج هذا الأمر، نريد أن نؤصل هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو التأصيل الهام الذي نسعى من خلاله إلى دحض كل ما هو مؤدي إلى الأنانية التي لا نريدها في مجتمعنا، ولا في أسرتنا، ولا في حياتنا، ولا في واقعنا. نلتقي على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.